نعود الى دائرة الصراع والمتغير العسكري اللي حصل النهاردة في المواجهة ما بين حماس واسرائيل. المتغير كان متوقعا، لان انت ازاء جيش، طبعا لا يستطيع احد نظريا ان يقول انه جيش ضعيف، لكن الحقيقة هو ثبت في هذه الحرب الممتدة دلوقتي الى الان ان هو قتاليا هذا الجيش اثبت ضعفا مرعبا، رغم الحمولة والكلفة التكنولوجية الهائلة، ورغم الدعم الامريكي بلا حدود. صحيح. في الخطط، في التخطيط، في الاسناد، في المشاركة، في الذخائر، في الصواريخ، في القنابل الذكية والقنابل الغبية وكل شيء. لكن كل ما قيل عن الجيش الإسرائيلي، طبعا في حرب أكتوبر 1973 حطمت لأول مرة أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وثبت أنه من الممكن قهره. ليه؟ لأن أهم حاجة في التاريخ الطرف اللي بيتعلم الدروس. لما تشوف حرب أوكرانيا وروسيا هتلاقي روسيا اتعلمت دروس السنة الأولى فاستعادت قوتها، فمشت القاعدة عن الروس التاريخية في حروبهم الكبرى، هم يهزمون فيهزمون ثم ينتصرون. للمقدرة الهائلة على استيعاب على التعلم، الدروس والتعلم، دي أهم حاجة. أهم حاجة في الحياة أن تكون لديك رغبة في التعلم ومقدرة على التعلم. أحسنت. أما العجرفة فتنتهي نهاية جيش الاحتلال، ليس في 7 أكتوبر فقط، وكان ذلك بروفة هائلة لزوال إسرائيل، إنما مبكرة. لأن أنا قلت أكثر من مرة أن هذه ليست الحرب الأخيرة، علينا أن نحدد دايما، نمكن أن نقدر ما نفعل لكن نعرف مكانه في سياق التاريخي إيه. هذا صح. صراع تاريخي ممتد. اللي حصل امبارح أنه الحادثة التي أشرت إليها دي في مخيم اسمه خيم المغازي، قبل مستعمرة اسمها مستعمرة كيسوفيم على الجانب الآخر، كانوا يلغمون 10 بيوت عشان يدمروها، قطاع سكني كامل. فالذي حدث أنهم لغموا ضمن على 10 بيوت البيتين اللي حدثت فيهم القتل الجماعي للإسرائيليين. فمن الواضح أن كتائب القسام كانت تعلم، فاستخدمت طلقتين ار بي جي، مجرد طلقتين ار بي جي، كانت النتيجة مقتل 21 جنديا إسرائيليا. في نفس اليوم في خان يونس جنوب منطقة المخيمات اللي هي المغازي والنصيرات والبريج والزويدة، في خان يونس التي تجري فيها المعركة الكبرى الآن، في نفس اليوم كان في 3 من ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، قادة كتائب وسرايا وكذا، قتلوا في نفس اليوم. فعد اليوم بالنسبة للطرف الآخر، بالنسبة للعدو كما قال نتنياهو، أصعب يوم في الحرب وكارثة وإلى آخره. ماذا ستفعل إسرائيل؟ ستفعل ما تفعل، اللي هو ببساطة ما قدرش على الكذا فيجي على المدنيين الابرياء. مفهوم. على البيوت. بس هو المتغير اللي انا سالت حضرتك فيه يا استاذ عبد الحليم متعلق بيه، انه طول الوقت كان اسرائيل بوحشيتها مستمره في العدوان، واحنا بنتكلم عن ارقام تزيد في قوافل الشهداء الفلسطينيين. صحيح. النهارده احنا بنتكلم على لا خبر قد يحدث تغير في الضغط جوه المجتمع الاسرائيلي. النهارده الاسرائيليين استقبلوا 21 نعش من جنودهم. جميل. ده خبر 24 يعني 24 رغم ان احنا بالنسبه لنا قد شهدائنا في غزه كل واحد منهم برقبه اسرائيل كلها. ده صحيح. لكن انت عارف عندهم في اسرائيل عندهم النعش الواحد عامل ازاي؟ الخساره العسكريه البشريه هي العنصر الاساسي الموجع بالنسبه جدا جدا. عشان كده النهارده قال لك اكتر يوم مؤلم. اتنين، علينا ان نتامل فيما يعلنون ارقام في الخسائر النزيف البشري. يعني طبقا للارقام المعلنه من قبل الجيش الاحتلال الاسرائيلي، انت النهارده بصدد 557 قتيلا عسكريا، ربعهم من الضباط. اتنين، انت بصدد جرحى، خد بالك هؤلاء ليس فيهم الذين سقطوا في هجوم 7 أكتوبر. مظبوط. اللي قسموا بالمدنيين او غيرهم او غيرهم، ودول قفزوا ال 1200 و 1400. أضف إلى ذلك الجرحى،
جرحى يعني ايه؟ يعني مصابين في المعارك، لان في كل عملية بتعملها حماس او الجهاد او 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 اي من فصائل المقاومة بيسقط قتلى وجرحى في كل كمين. في الجرحى بتصل بهم ارقام غير الرسمية. يعني ايه الارقام غير الرسمية؟ الارقام التي يعلنها الاعلام الاسرائيلي والرقابة العسكرية مفروضة طبعا. طبعا 22 الف جريح، يعني مجموع قتلى اسرائيل وجرحاها الى الان وصل لنحو 23 الف. هذه كلفة لم تتعود اسرائيل على دفعها في اي حرب. صح. في اي حرب جرت معها. العنصر القوة الاساسي لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة هو ايه؟ هو حاجتين. واحد عقيدة القتال وفنونه، يعني مش بس الحس الاستشهادي، لا اضيفت فنون قتال ومقدرة على تصنيع عسكري بدائي يبدو بدائيا. يعني لو انت بتتكلم عن قذيفة ار بي جي، ايه قذيفة ار بي جي؟ صح. لو بتتكلم عن بس هو طريقة وذكاء استخدامها، ذكاء استخدامها وذكاء تطويرها وصناعتها ذاتيا بحيث لا يكون محتاجا الى ما تردده اسرائيل من ان احنا من اللي بهرب لهم سلاح ومن اللي بهرب لهم مش سلاح. اتنين فاضافت الحس الاستشهادي فنا قتاليا. فالاداء القتالي للمقاومة اعلى بكثير من الاداء القتالي لضباط وجنود جيش الاحتلال. اتنين قضية الانفاق، لانه غزة شريط اسمها غزة ستريب، فشريط ارض مستوي لا جبال ولا غابات ولا اي حاجة تتخبى فيها. فانت اللي حصل الذي جعل الجيش العدو سواء الامريكي او الاسرائيلي في حيرة وفي متاهة هو حالة الانفاق. اذكر هنا بتقرير نشرته قبل ايام النيويورك تايمز عن الانفاق، تقول لك احنا كان تقديرنا ان الانفاق في غزة ممتدة الى 500 كيلومتر، احنا تقديرنا الان انها تفوق 725 كيلومتر. يا خبر. ولا يمكنك الوثوق ايضا في تقديرهم لانه لا احد يعرف بالضبط. ضابط اسرائيلي قال لا هندستنا ولا مخابرتنا ولا مخابراتنا تستطيع الى الان ان تفهم كيف بنيت هذه الانفاق على هذا النحو العنكبوتي الذي لا يمكن معرفة اوله من اخره. يعلنون كل يوم انهم اكتشفوا فتحة انفاق في مش عارف ايه، فتحة هنا بس فين؟ وبعد كده بتروح فين؟ يعني بعد كده تستخدم في انفاق، تستخدم للتفجير وفي انفاق. فهنا فكرة الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني والابداع القتالي المذهل للمقاومة الفلسطينية هي العنصر الاساسي في المعادلة كلها. العنصر الاساسي يعني ايه؟ يعني في من يسعوا بالوسطات، مصر، قطر، احيانا الى حد ما امريكا، في كذا، في ايضا نمو في الرأي العام الدولي، نمو هائل في الرأي العام الدولي مساند للقضية الفلسطينية. الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال، البرلمان الاوروبي قبل ايام قرر وقف السعي لوقف اطلاق النار او وقف الحرب. المظاهرات في عواصم امريكا وفي عواصم اوروبا وفي مدنها وكذا، التحولات في مواقف كثير من الحكومات الغربية، ثم معرضها حتى لمواقف محرجة جدا. يعني الاتحاد الاوروبي في بروكسل اول امبارح جمع وزراء خارجيته مع وزراء خارجية مصر والسعودية والاردن وفلسطين ثم وزير خارجية اسرائيل لكي يطرح في هذا المنتدى حديث عن الدولة الفلسطينية واشتراطاتها. مفهوم. ماذا كانت النتيجة؟ اسرائيل كاتس وزير خارجية اسرائيل الجديد سخر من ذلك وقال لهم ايه رأيكم تمولوا جزيرة صناعية في البحر المتوسط وحط فيها اهل غزة. فهناك شخص مصاب بالعمى الحيثي، عمى تاريخي لا يشهد التحولات التي تجري في المنطقة وفي عدوه وخصمه. اتنين عمى مخابراتي كامل يجعله زي اللي بيلطش زي اللي مؤاخذة الطور اللي في الساقية. تلاتة في عمى الوان، يعني بمعنى هؤلاء الذين يسندونك هذا الغرب الذي يحرص اول ما يحرص عليك انت ببساطة تعطي له ظهرك ثم تسخر منه. مفهوم. طيب انا هنا عايز حتى نتنياهو اتصالا بذلك وصل به الامر
لأنه هو يقول الذين يتحدثون عن ما بعد نتنياهو يتحدثون عن ما بعد إسرائيل. آه صحيح. يعني جعل. لا لا ده بارانويا خلاص ده. شفعا بوجود إسرائيل. لا البارانويا في أحلى حالاتها. صحيح.